ينضم إلينا من معبر رفح مفادنا أبو بكر أحمد ونرصد الوضع من هناك. معك أبو بكر. نعم ميشيل، كما تلاحظين في الصورة هذه مجموعة من الشاحنات، عفوا من سيارات الإسعاف، هي تدخل إلى داخل معبر رفح. هذا يعني بالضرورة أن هنالك عدد من المصابين سيتم إجلاؤهم خلال الساعات القادمة، هم خارجون من داخل قطاع غزة، سيتم نقلهم إلى المستشفيات المصرية. خلال الفترة الماضية ميشيل تعودنا أن المجموعة الأكبر من هؤلاء المصابين يتم توزيعهم على المستشفيات المصرية، والبعض الآخر يتم نقله إلى العلاج خارج الحدود المصرية إلى مختلف الدول التي تستقبل المصابين للعلاج في أراضيها. هذه سيارات الإسعاف هي حركة شبه منتظمة تقريبا يوميا أو كل يومين أو ثلاث، دائما ما تكون هنالك سيارات إسعاف تدخل من أجل استقبال المصابين. الإجراءات ميشيل هي أنه يتم جلب هؤلاء المصابين إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتدخل هذه سيارات الإسعاف المصرية التابعة للسلطات المصرية إلى داخل المعبر، وبالتالي يتم نقل المصابين إليها ومن ثم نقلهم إلى داخل الأراضي المصرية إلى المستشفيات المختلفة. أيضا في الجانب الآخر من الشكل المعتاد في المعبر، وهو مسألة دخول المساعدات الإنسانية، اليوم صباحا رصدت دخول مجموعة من شحنات الوقود دخلت إلى داخل قطاع غزة. أيضا بحسب الأرقام التي زودنا بها فإن أكثر من 100 شاحنة دخلت من الجانب الثاني من المعبر، وهو المؤدي إلى مناطق التفتيش في معبر العوجة. أكثر من 100 شاحنة دخلت بالفعل، يفترض أن يزيد هذا العدد عندما تنتهي عمليات تفتيش هذه الشاحنات ميشيل، هي تعود مرة ثانية للدخول عبر معبر رفح إلى داخل قطاع غزة. أيضا خلال الساعة الماضية تابعنا دخول مجموعة من الشاحنات التي تأتي ضمن جهود الفارس الشاحن الثلاث التي تسيرها دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة الفلسطينيين داخل قطاع غزة. جزء كبير من الشاحنات التي دخلت اليوم من شلة هي تحمل كسوة الشتاء، وهي مواد وألبسة وأغطية مخصصة لسكان قطاع غزة. هذه المواد سوف تصل في مجموعها إلى أكثر من 1,230,000 قطعة متنوعة بين الملابس والأغطية ومختلف المستلزمات الخاصة بالجبهة فصل الشتاء. اليوم صباحا في المعبر كانت الأجواء ماطرة وأيضا درجات الحرارة منخفضة بنسبة كبيرة، وبالتالي هنالك حوجة حقيقية لهذه المستلزمات بالنسبة لسكان قطاع غزة إن شاء الله. هل تشهد الحركة يعني انسيابية أكثر مقارنة بالأيام الماضية أبو بكر؟ هل تزال التعقيدات الإسرائيلية لربما تحد من حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع عبر المعبر؟ ميشيل، ليس هنالك تغير بشكل ملاحظ فيما يتعلق بانسيابية وحركة المساعدات الإنسانية. طبعا الحركة في الجانب المصري، نحن نتابع هذه التسهيلات. وصلت إلى المعبر تقريبا قبل أكثر من 4 ساعات، كنت موجود في المعبر، كانت هناك شاحنات، تم الانتهاء من جميع الإجراءات فيما يتعلق بالجانب المصري، هي كانت تقف في انتظار السماح لها بالدخول لتعبر إلى معبر العوجة كجزء من هذه الإجراءات من أجل عمليات التفتيش. هنالك يستغرق الوقت كثيرا من أجل إكمال عمليات التفتيش. كل هذه الشاحنات يتم تفتيشها، طبعا هي تقطع مسافة تزيد عن 30 كيلومتر ذهابا نحو معبر العوجة، يتم تفتيشها وترجع نفس هذه المسافة من أجل الدخول إلى معبر رفح، وبالتالي لم يتغير شيء فيما يتعلق بآليات دخول المساعدات إلى داخل القطاع. الوضع في الجانب المصري على حاله، جميع التسهيلات متوفرة، هنالك حالة تنظيم بشكل ملاحظ جدا من أجل التأكد من أن هذه المساعدات تعبر بشكل مباشر بمجرد انتهاء الإجراءات اللازمة. نحن نعرف أن السلطة المتحكمة بشكل أساسي هي السلطات الإسرائيلية، هي التي تقرر بشكل أساسي شكل الإجراء فيما يتعلق بالمساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، وبالتالي هذا التغير الذي تسألين عنه ميشيل يمكن أن نلاحظه متى ما تبدأ المنسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعلام
الاستعمار في قطاع غزة سيجريد كاغ، والتي تم تسميتها بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة بناء على قرار مجلس الأمن عندما تبدأ عملها بشكل رسمي، وهو بالمناسبة في 8 من هذا الشهر. وبالتالي هي الشخصية التي سوف يتوجب عليها أن تضع هذه الآليات وأن تنسق هذه الأمور تحديدا وبدرجة أساسية مع السلطات الإسرائيلية من أجل التأكد من تنفيذ قرار مجلس الأمن القاضي بزيادة كمية المساعدات الإنسانية وسرعة إيصالها واستمرارها إلى داخل قطاع غزة. شكرا لك أبو بكر، مفدنا إلى معبر أبو بكر أحمد، مفدنا من معبر رفح على هذه الرسالة.